كان هناك احتفالات كبيرة في الشارع التركي على صعيد مدينة اسطنبول. لاحظنا هذه الاحتفالات، كان هناك أيضا مسيرات كبيرة وضخمة حضر فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وألقى كلمة النصر في حي اسكودار بالجانب الآسيوي من مدينة اسطنبول، قبل أن ينتقل إلى العاصمة التركية أنقرة والتي ألقى فيها خطاب النصر من شرفة القصر الرئاسي. يذكر بأن هذا تقليد اعتاد عليه الأتراك، عندما يفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي هذا الخطاب في العاصمة التركية أنقرة.